نستمر أيها الأصدقاء في شرح التشابتر الثالث والمتعلق والمتعلق ب Railway Traction Systems وهي أنظمة تحريك القطارات. طبعا هذا الشابتر هو جزء من الكورس المتعلق ب Rail Introduction to Railway Systems مقدمة في أنظمة السكك الحديدية. ودون ما إطالة فلنبدأ. هذه مقدمة الشابتر uh, Railway Traction Systems أي أنظمة تحريك القطارات في هذا التشابتر سوف نقوم بتعريف المحاضر مرة أخرى وهي مقدمة نقوم بعملها في كل uh, درس نقوم بشرحه أو في بداية كل تشابتر في هذا التشابتر سوف نتحدث عن Basics of, Basic Physics of Railway Traction بعض قوانين الفيزياء الأولية المرتبطة بأنظمة تحريك القطارات ومن ثم سوف نتحدث عن Electrical Engineering for Traction بعض المبادئ الأساسية في هندسة الكهرباء والمرتبطة في أنظمة التحريك ومن ثم سوف نتحدث عن DC Power Supply كيف يتم تزويد شبكة القطارات أو البنية التحتية للقطارات في في تيار ثابت دايركت Current او تيار مباشر ثم سوف نتحدث عن الديزل تراكشن سيستم عن أنظمة التحريك المعتمدة على الديزل ومن ثم نتحدث عن الموتورات أو ما يسمى بالماشينز نتحدث عن النوعين المشهورين AC and DC machines ومن ثم نتحدث عن أنظمة التحكم في القطارات أو ما يسمى بعض الأحيان في الباور إلكترونيكس تراكشن سيستم كنترول كيف يتم التحكم في هذه في أنظمة التحريك نتحدث بعد, بعد ذلك عن الاوتونوموس تراكشن سيكشن سيستمز وهي الانظمه اي انظمه مرتبطه بتحريك القطارات ولكنها ليست من المعتاد عليها اي انظمه جديده في القسم التاسع الثامن نتحدث عن انظمه بريكنج سيستم وفي القسم التاسع نتحدث عن الاي سي باور سبلاي وهي أنظمة تزويد السكة الحديدية بتيار متقطع أو ما يسمى بالالترنيتف كارنت وفي القسم العاشر نتحدث بشكل قصير عن الإيركتو magnetic هذه مقدمة سريعة جدا عن الأمور المرتبطة بأنظمة تحريك القطارات وهذه مقدمة الشابتر طبعا المحاضر أنا لدي احمل بكالوريوس في الهندسه المدنيه من الجامعه الاردنيه وماجستير في السكك الحديديه من جامعه برمنغهام لدي بعض الابتكارات في مجال السكك الحديديه وخط مسار مهني يختلف عن الجميع اقدم هذه الكورس حتى تعم الفائده ونقوم بايصال هذه المعلومه للجيل القادم من مهندسي السكك الحديديه هذه بعض الصور وهذا في كونفرنس في تركيا وهذه في احد الاجهزه المرتبطه الاجهزه المحموله والتي قمت بتطوير تطبيق عليها للمساعده في عمليات الصيانه. الان نتحدث بشكل بسيط عن بعض القوانين الاساسيه والمرتبطه بانظمه تحريك القطارات. طبعا كما تحدثنا سابقا يجب ان نفهم السكك الحديديه كنظام وانه مكون من مجموعه من الانظمه. وهذه الأنظمة تتصل فيما بعضها البعض لتحقيق الغاية النهائية من النظام وهي تحريك الناس أو إيصال الناس فإذا نظرنا إلى نظام التحريك فنعرف أنه يدخل على هذا النظام Train Service Specification أي مواصفات القطار ومن ثم مواصفات الخدمة المطلوبة التسارع والتباطؤ المطلوبين train control systems أنظمة التحكم بالقطارات وبعض القوانين البيئية فهذه تدخل إلى إلى نظام التحريك ووظيفته الأساسية هي propel and retard train تحريك القطارات وإيقافها أي تحريك القطارات ومن ثم إيقافها عن طريق البريكينج propel and retard وطبعا لتحقيق هذا النظام تدخل بعض المواد الطبيعيه ناتشورال ريسورسز، بعض القدرات الاداريه وبعض القدرات الهندسيه ستاف مانجمنت كابيتيز، سبلاير بعض الموردين وبعض التمويل وليخرج لدينا تريند سيرفيس فهذا المكون هذا نظام التحريك يدخل عليه مجموعه من المعطيات يخرج لنا أداء القطار والذي يختلف من قطار لآخر فترى قطارات تتسارع بسرعة 60 كم بالساعة وقطارات أخرى تتسارع بسرعة 100 كم بالساعة عفوا تتسارع بسرعة 1.2 متر لكل ثانية تربيع أو يكون سرعتها 480 كم بالساعة أو 120 كم بالساعة أو 60 كم بالساعة وفقا لنظام التحريك المرتبط بها بعض المعادلات البدائيه في هذه طبعا معادلات الصف الثامن نيوتن سكند لو وهو قانون الحركه الثاني لنيوتن القوه تساوي الكتله في التسارع force equal mass multiplied by acceleration ومن ثم ننظر الى لوز اوف موشن ومن هذا اللوز اوف موشن ننظر السرعه تساوي التسارع ضرب الوقت المسافة تساوي السرعة مضروبة بالوقت والانجولر اكسلريشن، اكسلريشن هو التسارع الدوراني، فهناك سرعة أو أنظمة قوانين حركة مرتبطة بالأنظمة الخطية هناك قوانين حركة مرتبطة بالأنظمة الدورانية وهي نفسها ولكن يسمى الانجولر اكسلريشن ليعبر عن التسارع الدوراني. الآن كيف نحسب التسارع؟ التسارع هو يساوي اذا نظرنا الى هذه المعادله A يساوي اف القوه على الكتله ولحساب القوه او القوه الموجوده على القطار ننظر الى تراكتيف ايفورت جهد التعريق التحريك او قوه التحريك مطروح منها الفريكشنال دراج القوة الاحتكاك التي تقوم بارجاعها ومن ثم جريديانت فورس قوة القوة المرتبطة بالمرتفع فإذا كان لديك القطار على مرتفع فهناك قوة بفعل الجاذبية ومن ثم كيرف دراج إذا كان هذا القطار على منحنى فأيضا تتأثر هذه القوة فمجموع القوة يساوي قوة التحريك ناقصا قوة الاحتكاك ناقصا قوة المرتفع ناقصة, ناقصة... ناقصة قوة المنحنى مقسومة على الإفكتيف ماس على وزن القطار فإذا حصلت على التسارع يمكنك حساب السرعة V =A في T الان كيف تقوم بحساب التراكتيف ايفورت التراكتيف ايفورت هو ميو ملتبلاي بي ام جي مضروبه في ام جي ميو هو الاديجين كوفيشنت وتحدثنا عن هذا هو تماسك العجل مع السكه وهو تحدثنا عنه بشكل مفصل في التشابتر الثاني وقد يختلف من 0.001 ل 0.45 وطبعا الوزن هو الوزن وزن القطار او وزن العجلات او وزن المركبه وجي هي الجرافيتي ميو اي الجاذبيه ميو في ام في جي تستطيع حساب التراكتيف ايفورت ومن ثم تطرح منها قوه الاحتكاك وقوه المرتفع والقوه المرتبطه بالمنحنيات وتقوم بقسمتها على الكتله ليحدث لك التسارع الآن هناك يجب أن تعرف أن هناك محددات للأداء فهذا يعتمد على الاحتكاك وقد يتراوح هذا الادهيجن او الاحتكاك من 10 الى 30% فمثلا في المتروز يكون القيمه المتعارف عليها للادهيجن 0.2 لوكوموتيفز اي القاطرات 0.3 بالنسبه للبريكنج 0.15 ل 0.2 ولحسابات الامان تقوم باضافه 0.08 train resistance الآن هذا هذا رسم تعبيري هذا قد لا يكون قطار ولكنه قد يكون قريب من شكل القطار هو شاحنة ولكن تنطبق عليها نفس القوانين التي تنطبق على القطار drive force هي attractive effort هي قوة التحريك وهذه قوة التحريك عليها مقاومة من الهواء الاير من الرولينج rolling من الأرض ومن آه من المرتفع gradient resistance فهذه اللي معرفة مجموع محصلة القوة العكسية resistance تساوي A ثابت مضروبا في البي B فريكشن friction بالسرعة مضروبا بالـ C الـ friction بالسرعة تربيع فهنا لديك معامل مرتبط بالاحتكاك مع الهواء C وبي هناك معامل مرتبط بالاحتكاك بالارض وسي و لديك ثابت هكذا تحسب قوى القوى العكسيه على القطع الجريدينت افكت هي طبعا يجب ان تحول هذه القوه العموديه الى قوه متوازيه مع المنحنى وهي يتم تحليل القوه الى قوه عموديه وقوه افقيه ومن ثم تحصل على اللينير فورس ام جي على اكس واكس يفترض ان تكون هي احد 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 اضلع المثلث كيرف دراج اي الان حسبنا طبعا اذا تذكرت المعادله التراكتيف ايفورت ناقص الجريدينت إفكت ناقص الريزيستنس ناقص الكيرف دراج الكيرف دراج كي على ار و كي هو experimentally determined constant مرتبط بالكيرفات المختلفة قد يكون هناك جدول تستطيع الحصول عليها على هذه القيم والآر هو نصف قطر المنحنى نصف قطر هذا المنحنى الذي سوف يدور القطار من حوله الآن أصبح لديك الثلاث مكونات الأساسية للمعادلة ويمكنك معرفة التسارع بشكل دقيق طبعا فقط effective ماس بعض الاحيان الناس تسال عن الكتله كيف يتم حساب الكتله؟ الكتله هي عباره عن التيرماس الوزن الكلي زائد واحد بلس روتري allowance زائد البيلود زائد الحموله فعندك في هناك وزن قائم ووزن حموله فتضرب الوزن القائم زائد ما هو مسموح به واحد زائد ما مسموح به من ناحيه الدوران، لا اعرف هذه القيمه بالضبط ولكن هي وزن القطار زائد وزن الحمول المتوقعه وقد تتم اضافه نسبه بسيطه الى وزن القطار. اصبح لديك جميع مكونات هذه المعادله تراكتيف ايفورت فريكشنال فورس كيرف دراج ماس يمكنك حساب التسارع وسوف نقوم بحل مثال فقط تجريبي فقط ليس في هذه المحاضره ولكن في محاضره منفصله فقط لأروكم كيف يتم حساب التسارع في هذا القطار. فلنقوم بحساب اذا كان لديك المعطيات التاليه لديك 25 طن اكسل لود لديك وزن كل اكسل 25 طن يجب ان تعرف كم اكسل في القطار وكم اكسل وكم عربه 50 واجنز لديك 50 عربه وزن كل منها 100 طن فهي اذا هناك اربعه اكسل فهي لانه 50 100 طن الاكسل لود 25 طن لانه اقسم على اربعه. Initial acceleration التسارع الاولي 0.6 متر بير سكند سكوير قام باعطائنا التسارع. Adhesion coefficient 30% for locomotive 30% كما ذكرنا سابقا. ما هي الامور التي تحتاجها لحساب النت فورس؟ طبعا حد... تحدثنا النت فورس اللي هي تراكتيف ايفورت التراكتيف ايفورت تساوي الفورس ام في ايه الكتله في السرعه طبعا هو بده النت فورس ما بده المحصله الاحتكاك فلدينا التسارع معطينا اياه انيشال اكسلريشن 0.6 الان كل ما علينا حسابه هو الكتله والكتله تم اعطاؤها لنا 25 طن اكسل لود و50 واجن في 100 طن فيمكنك ضرب هذه يمكنك اما ان تحسبها على واجن واحده او تقوم بضربها بجميعها ف اذا 5000 طن هذا هو الوزن الموجود لديك اذا هي بدفع 5000 الوزن 5000 يمكنك حساب 5000 طن يساوي 5 مليون كيلوغرام خمسة مليون كيلوغرام اقسم على اللي هو اف مطلب لاي بي اي مليون اف ايه ام في اي 0.6 اللي هي التسارع اي ضرب خمسة مليون هذا هو ايه يطلع عندك تقريبا 3 ايه ثلاثة ايه ثلاثة مليون نيوتن فانت بتسميه آلاف كيلو نيوتن هذه النت فورس How many locos do you need? كم تحتاج برأيك؟ كم هلا أنت صار عندك النت فورس المحتاجة، أنا أحتاج لتحريك هذا القطار اللي هو مكون من 50 عربة وزن كل واحدة 100 طن، كم لوكو أحتاج لتحريك هذا القطار؟ بدي أعرف طبعاً بناءً على معامل أدهيجن لوكو بقدر أحسب اللي هي 30% هون إذا رجعنا للمعادلة هذه هذه اللي هي Maximum Tractive Effort ميو في mg بدي أحسب وزن اللوكو لنعتبر وزن اللوكوموتيف تقريبا آه, آه, لنعتبر أنه مثلا آه, ممكن يكون مثلا 100 آه, طن مثلا 100 طن أضربه في الميو 0.3 بضربه في الجاذبية 9.81. فاذا حسبتها بقدر احسب كم لوكو بحتاج لسحب ال3 مليون نيوتن الان السؤال الاخير في 20 على سرعه طبعا في 20 متر لكل سكند سكوير اكس لا على سرعه 20 متر لكل ثانيه والتسارع 0.4 ما هو القوه لكل لوكوموتيف؟ طبعا القوه الباور القوه هي او الباور هي الطاقه مقسومه على الزمن او يجب فعلا انه هذا الجزء سوف نقوم بحله في 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 الجزء الخاص اتوقع صار تصور واضح عن كيفيه حساب مثل هذه الاسئله الان في كثير من الاحيان اذا كنت تحتاج الى هذا الحساب قد تلجا الى بعض السيموليشن مثل او برامج الماتلاب او برامج مثلا ممكن تحلها في الاكسل بس يفضل الماتلاب حتى تقوم ببعض الحسابات ولكن في بعض الحسابات اللي بدك تاخذها بعين الاعتبار، هل انت لديك كونسنتريتد باور؟ هل لدي قوه واحده لوكوموتيف او هذه القوه موزعه ديستريبيوتد باور؟ هل لدي autonomous traction هل هذه القوه قادمه من الكهرباء ام هي ديزل ديزل الكتريك او exotic فورمز طبعا ايضا تقوم باخذ الاعتبار للبنيه التحتيه الارتفاعات الجريدينتس المختلفه لمعرفه كميه الطاقه المستهلكه وايضا يجب ان تعرف فقط للحسابات ما هو نوع الموتور الموجود هل هي هل هل الحركه ميكانيكيه هيدروليكيه او إلكترو، معتمده على الكهرباء كهربائيه طبعا اذا انت بتستخدم السيميوليشن او بتعمل سيميوليشن يعطيك مجموعه كثيره من المعطيات منها حساب الان سيرفيس بيرفورمانس وكمبليت نتورك بحكي لك كم الاستهلاك الطاقه او كم الطاقه في كل لحظه على في كل لحظه على الشبكه ومن ومن خلالها يمكنك معرفه استهلاك الطاقه وحجم القوه المطلوبه في الاجزاء المختلفه للشبكه او للخط لخط السكه كان هذا مقدمه سريعه في عالم السكك الحديديه وانظمه التحريك وكان هذا الدرس الاول مقدمة في أنظمة التحريك للقطارات وتذكرة في بعض القوانين الفيزيائية نراكم في الجزء القادم حيث نتحدث على بعض المفاهيم المرتبطة بهندسة الكهرباء والمرتبطة بأنظمة تحريك السكك الحديدية مساءكم سعيد